الله أبوي، والله أنا زعلان منك. أذكر يوم كنا نجي نلعب هنا. سرق كل شيء. لا دقيقة، أذكر إني حطيت بطاقة عندي موجودة، يمكن خلني أشوف. لا مو ذا. أوه حصلت بطاقة أبوي، يا الله خلني أروح ألعب الحين. خلني أشوف كم عندي في البطاقة. الله بطاقة مليانة ما شاء الله. خلني أشيل بس 5000 علشان ما أنسرق مرة ثانية. واو والله جميل، يا الله. السلام عليكم صديق. صديق رد علي، الله يقطعك ما رد. ساحب علي كلب. السلام عليكم، بكم اللعبة هذي؟ أنت ما تسمعني؟ رد علي. أبي ألعب تكفى. إيش؟ أبي ألعب. أنت بتب تلعب؟ أيوة. لا يا أخوي سامحني، تراك صغير أنت يا أخي، توكل على الله. تكفى الله يخليك. تكفى عندي 5000 ريال. لا يعني أقصد بعطيك دبل. زين خلاص تعطيني دبل. طيب يعني حسابك كذا 30 ريال. اوكي يلا روح. هلا أخوي كيف الحال؟ أخوي أبغى ألعب هذه اللعبة، كم فلوس؟ لا أنت توك صغير، إيش فيك أنت؟ لا ما أقدر أخليك تلعب، روح. إيش فيكم أنتوا كلكم؟ واحد يقول أنت صغير، أنت كذا، أنت بتموت، أنت بتطيح. يا أخي أنا بلعب يعني بلعب، فهمت ولا لا؟ طيب دقيقة تعال يا ولد، تعال دقيقة بس. وش تبون؟ ما قد شفتوا الطفل الأول؟ لا العظيم. أوه أمي، يما يما لا تروحين.
يما وين رحتي؟ ليش تركتيني؟ انا ضايع والله، ابغى ارجع البيت، ابغى ابوي، ابغاك يا امي. تكفى تعالي. صديق، أبغى واحد هوت شوكولات، أوكي؟ حليب شوكولاتة. أوكي، حسابك 15 ريال، طيب؟ الله، سيارات مرة حلوة. واو، شوف ديك السيارة. الولد ذا وش ابغى ذا الحين؟ يعني بيشتري الموتر يعني؟ والله ما ادري عنه. وشو؟ تبين تستاجر السيارة؟ يا ابن الحلال توك صغير يا اخي، ورع انت. تكفى يا الله يخليك، لا تقول لي ورع. بعدين انا بعتك الفلوس دبل، ادري ما عندي رخصة، لكن تكفى ابغى استاجرها يوم واحد بس، يوم. اوكي خلاص عطني 4000 ريال زين، دبل تعطيني 4000، خذ المفتاح، واذا مسكك الشرطه لا تعرفني ولا اعرفك. يلا ما شاء الله، شوف السيارة من داخل شلون. خلينا نشغل الأغنية. يلا بسم الله. لا you